كحال غيره من مخيمات النزوح، يصبح مخيم الجدعة في الموصل ويمسي على أوضاع إنسانية بائسة متواصلة منذ أكثر من عامين. يقول سكان المخيم إن بيوتهم سويت بالأرض أثناء المعارك التي شهدتها مناطقهم، ورغم مرور نحو عامين على تلك الكارثة إلا أن الحكومة لم تقم بإعادة تأهيل تلك المناطق ولم تعوضهم لكي يتمكنوا من إصلاح منازلهم. والله تشوفون يعني وضعيتنا يعني وضعية يعني البيت مفلش وما راجع عليه، أكو الناس يرجع البيت وما يلقى كل شيء. إحنا نسأل اليوم يعطونا منحة، باكر يعطونا منحة، إحنا راجعين لمكاناتنا، بس أريد شيء يرجعنا. والله يس أكثر الناس هاي الموجودة هنا فلا عنده عشاء الليلة ولا يقدر يرجع، كروت سيارة ما عنده. ويضم المخيم بين جنباته نازحين من ناحية الصينية بمحافظة صلاح الدين. يقول هؤلاء إن الحكومة لم تسمح بإعادة أي نازح إلى الصينية بعد أن هجروا منها عام 2014، مشيرين إلى خشيتهم من نسيان قضيتهم في ظل الصراع السياسي المستمر. الصينية لحد الآن ما رجعهم ولا واحد، وإحنا نطالب بالحكومة الجديدة أن ترجعنا إلى مكاننا. ما نعرف بيوتنا، احنا تهجرنا من 2014 في شهر السادس ولحد الساعة ما راجعين، ونطالب الحكومة ان ترجعنا الى مكاننا وتعاوضنا وتحسب حسابنا. يعني ما صادين علينا نهائيا ولا مفكرين بينا احنا مواطنين عراقيين. ولم تقتصر المعاناة على تردي الاحوال المعيشية والخدمية، بل تعداه الى تخلف الاحوال التعليمية، الامر الذي يضع مستقبل طلبة المخيم في المجهول. عندنا مشكلة المدرسين، ماكو كادر تدريسي، ماكو كتب، ماكو كل شيء، ماكو. هسه حولونا على المنظمات، اليوم راح ندرس بها، ما تدريس ماكو بها، اكثر شيء العربي الانجليزي، البقية المواد الرياضيات كيمياء فيزياء ماكو مدرسين، ماكو. لا تغني الصورة احيانا لتعبر عن الواقع بكل تفاصيله، فأزمة النازحين تحولت الى مشكلة مزمنة مستعصية على الحل بسبب التجاهل الحكومي والحلول الترقيعية التي لا يمكن لها أن تمثل حلاً شافياً لمن تقطعت بهم السبل.